مصر من أحلى منها. كأثار، كشعب، تاريخ، كشعب، كل شيء فيها. الأكل المصري. أنا ما شفت تراب دول أوروبية بكل أمانة. ريال درس في أمريكا، ثقافة تاريخية قديمة جدا. أنا شفت التواريخ صراحة. الشاي الكشري، حافظة على ثقافته موجودة من آلاف السنين. الدولة اللي فيها ثقافة هي الدولة المصرية. هذا الصراحة تزبط مراتين وجيران لمصر.